حوار التاسعة مع زيد عبد الوهاب. السلام عليكم. لأول مرة في العملية السياسية تعلن أطراف مستقلة عن نفسها وتتحالف في كيان سياسي يختار الجلوس في المعارضة. فالمعارضة النيابية غابت عن المشهد السياسي منذ أول انتخابات في العام 2005، واختار الجميع منذ ذلك الحين طريق المحاصصة وسيلة لإدارة السلطة. فهل نحن أمام تحول في مفهوم الموالاة والمعارضة؟ وهل يمكن أن يصمد المبدأ مع ولادته؟ عن ذلك سنتحدث. أعلنت حركتا امتداد والجيل الجديد إضافة إلى عدد من المستقلين عن تشكيل تحالف اسمه تحالف من أجل الشعب، يمثل كما يقولون صوت المعارضة داخل البرلمان العراقي المقبل. وأتى الإعلان عن التحالف الوليد الذي يضم 28 نائب بعد أسابيع من المباحثات بين قياداته، بمقابل جهود حثيثة تبذلها قوى أخرى كبار لاستقطاب المعارضين والمستقلين والحؤول دون انضمامهم إلى تكتل نيابي معارض قوي يمكن أن يكون ند للحكومة المقبلة قبيل مصادقة المحكمة الاتحادية وبدء ماراثون تشكيل الحكومة الذي يعتمد بالأساس على لغة الأرقام ومفهوم الكتلة الأكبر. وسط هذه الأجواء الجديدة والوليد الجديد نطرح أسئلة: ما هي فرص المستقلين للتأثير السياسي خلال المرحلة المقبلة؟ أليس من الخطأ مطالبتهم بمنصب في البرلمان المقبل لأنه طالبوا بنائب رئيس البرلمان؟ إلى أي درجة سيكون المستقلون عرضة للشتات والانشطار السياسي سواء بخلافات أو بمحاولة استقطابهم إلى محور دون محور آخر؟ هذه الأسئلة نناقشها بعد قليل في حلقة الليلة من حوار التاسعة. أنت في الحدث على زمن طويل بلا كهرباء، كاميراتك توثقها. أنا مش شربة الماء وهذا حان. مشاهدينا الكرام، جديدا برنامجنا استوديو الناس من البصرة، ونحن منصة لك. كن مراسل الفلوجة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بضيوفي هذه الحلقة: السيدة منار العبيدي المتحدث باسم حركة السيد منار العبيدي المتحدث باسم حركة امتداد مباشرة من بغداد، ومعنا الدكتور محمد الجزائري باحثا سياسيا من البصرة. مرحبا بكما ضيفين في هذه الحلقة. أستاذ منار، ضعنا في تصور التحالف الجديد من أجل الشعب، كيف تشكل وما هي غاياته؟ نعم، أولا تحية طيبة لحضرتك وضيفك الكريم والمشاهدين جميعا. يعني لا يخفى على الجميع أنه منذ بدايات مرحلة ما بعد الانتخابات أعلننا بشكل واضح نحن نبحث عن تفاهمات، وفتحنا الكثير من الحوارات مع الكثير من الكتل السياسية المستقلة والمستقلين من أجل تكوين كتلة عابرة للآليات التي كانت موجودة سابقا في مجلس النواب. فمنذ اليوم الأول بعد إعلان النتائج بدأت هذه التفاهمات، إلى أن وصلنا إلى نوع من المرحلة متقدمة في التفاهم مع حركة الجيل الجديد وبعض المستقلين، وتم الإعلان يوم أمس عن حركة من أجل الشعب. هذه الحركة الكتلة السياسية الكتلة البرلمانية التي ستكون في داخل مجلس النواب ممثلة بعدد كبير من النواب المستقلين، تهدف إلى إصلاح العملية السياسية من مضبوط الداخل. لحد الآن جمعت 28 نائب أستاذ منار؟ يعني هذا العدد بالنهاية قد يزيد عن 28. الكثير من الأخوة المستقلين لأسباب
قد تكون روتينية وأسباب محورية معينة بسيطة أدت إلى عدم انضمامهم إلى هذا التحالف، فممكن أن يزيد هذا العدد بشكل كبير خلال وممكن ينقص أيضا صح؟ وما زلنا وممكن ينقص بالنهاية العدد لا يمثل الرقم المهم أو العامل المهم بقدر ما ستقدمه هذه الكتلة من نتائج داخل مجلس النواب. اليوم الكثير من الكتل كانت تملك 50 و60 و70 ولكن لم تستطع تقديم الكثير. المهم ما هو مستوى الإنجاز المتوقع لهذه الكتلة؟ الرقم مهم أستاذ منار، اسمح لي بهذه النظرية. الرقم مهم بسبب أن اللعبة لعبة رقمية، يعني في نهاية الأمر لما يصوت 16 نائب مو مثل ما يصوت 15 نائب أو 17 نائب. صحيح، أنا ما قلت أنه الرقم لا يعني الكثير، ولكن بالنهاية طريقة تحرك الكتلة السياسية، طريقة الاستفادة من الدعم الجماهيري الذي تملكه، كما تعلم حضرتك يعني صح لدى امتداد ولدى حركة الجيل الجديد 18 مقعد، والمستقلين أيضا بحدود يعني موجودين اللي ويانا تقريبا هم بحدود 10 مقاعد، ولكن لديهم ثقل جماهيري كبير. حركة امتداد تقريبا كان لديها 300,000 صوت من الذين قاموا بانتخاب حركة امتداد، كذلك حركة الجيل الجديد أحد أعضائها حقق واحد من أعلى الأصوات في هذه الانتخابات. فبالتالي المهم، نعم أنا أتفق وياك في داخل مجلس النواب الرقم مهم، ولكن أيضا مقدار الاستفادة من الزخم الجماهيري ومن الدعم الجمهور والاستفادة منه للضغط على الكتل الأخرى في إقرار القوانين قد يكون أيضا عاملا مهما داخل مجلس النواب. هو الرقم مهم وكذلك المشروع مهم وقد يكون أهم للمرحلة المقبلة. دكتور محمد الجزائري، مرحبا بك ضيفا في حوار التاسعة. فرص مثل هكذا نوع من المشاريع، مشاريع وليدة بنواب محدودين قياسا بالكتل الأكبر، بالتناطح مع يعني جبال من القوى السياسية التي تمثل دولة عميقة كما توصف في الحالة العراقية، شنو فرص نجاحهم؟ تحية لك والضيفة الكريم والمشاهدين الكرام، حياكم الله جميعا. حياك الله. تعرف أشيلك شوية أمور أكاديمية. عندنا بالنظم السياسي، في العلوم السياسية، كل نظام سياسي إذا ما تغير النوطة مالته أو الإيقاع ماله، فالمستوى العالي إلا هو 25 سنة، أما الملكية في 75. فبالتالي هسه اليوم نريد نشوف إحنا تقريبا العملية السياسية بوضعها الحالي وصلت إلى نهاياتها ربما مبكراً، فتشوف عزوف جماهيري، حالة من الإحباط بالشعر العراقي بشكل كبير جداً، حالة من عدم اليقين، وتشوف أنت اليوم مخرجاتها موجودة من خلال عدد اللاجئين واللي يخرجون برا البلد، وحالة في بعض الأحيان للأسف حالة اللاوعي واللا إدراك، يعني حتى من قبل يعني البعض عندما هناك تصريحات تطلق هنا وهناك وتأثر على نفسية الشارع العراقي. أكيد يعني هناك ترحيب لكن بحذر. تعرف اليوم أكو مغريات دوما ودائما تكون موجودة، وفي نفس الوقت هناك تحركات نيابية مكثفة. تعرف هنا يعني هسه اليوم من انتهت الانتخابات وبعد المصادقة وبعد الجلسة الأولى راح يكون هناك يعني نوع من أنواع التسابق بشكل كبير جدا لتشكيل الحكومة، فبالتالي راح تكون هناك مغريات كثير من الأمور راح تقدم. أعتقد الأخوة وشبابنا الكرام الموجودين في التحالف من أجل الشعب، أحس يعني عندهم القوة والإرادة على أن يتخطون هاي الأمور كلها والذهاب إلى المعارضة. بس هي مو موضوع قوة وإرادة تدري دكتور محمد، الموضوع هو أنا حكيت التأثير ترحيب بحذر، أي يعني كذلك التأثير ومحاولة مقاومة إغراءات وضغوط السلطة. يعني ترى الضغوط مو سهلة، الضغط ليس فقط ضغطا سياسيا. نعم. فهمتك راح اجاوبك. شوف احنا عندنا مشكله دوما ودائما نواجهها هو الصعود مع التيار. فدوما ودائما شوف افراد قليلين اذا حققوا فد نوع من انواع التواصل الجماهيري وعكسوه على مجلس النواب، راح تشوف هذا المشروع يكون ناجح، فيحاولون يتبنونه بشكل كبير جدا عدد كبير من النواب اللي اصلا ما مستقرين بكتلهم. بمعنى
البعض يحاول أن يكون قائد سياسي، يحاول أن يجدد له، يحاول أن يكون مؤثر. البعض الصحوة موجودة عنده بالتغيير. نشوف إحنا كثير من اللقاءات، كثير من السياسيين يعلن بأن هناك فشل، هناك نوع من أنواع التراجع في كل شيء، وهناك وعود بأن المرحلة القادمة مرحلة بناء. في نفس الوقت العملية السياسية اليوم وصلت إلى مرحلة مهمة جدا، وهي الإيمان بالأغلبية، والبعض بالضد من عندها، لكن حتى هاي حالة صحية تعتبر في الدول الديمقراطية، الرأي والرأي الآخر. ككتلة اليوم نيابية موجودة رسميا تعدادها 18 نفر، العشرة حسب ما قال ضيفك يعني تقريبا أمرهم إن شاء الله يكون محسوم لهذه الكتلة. فبالتالي هاي الكتلة 28 ربما تنمو بشكل كبير جدا إذا كان أدائها السياسي والاستراتيجي واضح ومؤثر في البرلمان، لكن إذا كان أدائها السياسي والاستراتيجي غير مؤثر وغير بناء. شنو رأيك دكتور محمد؟ يعني تونا قايلين يا الله وتشكلت هذه الكتلة، رئيس حركة امتداد يقول إحنا نريد منصب نائب رئيس البرلمان، أنت كمتلقي ومراقب ومختص شو يمثل لك؟ يعني شلون قرأت مثل هذا النوع من التصريحات؟ تسرع واضح جدا، لكن في نفس الوقت قد تكون هناك يعني عندهم خطة بشكل وبآخر. تدري حدود التحليل الاستراتيجي نجيها من خلال وليش تسرع؟ إذا سمحت لي بس من فضلك، إحنا دوما نأخذ الكوابح والفرص بالاستراتيجية، فنأخذ الموضوع هذا من ناحية الكوابح مالته وفرصه. كوابح الجماهير دوما ودائما لا تستسيغ أخذ المناصب، وفي نفس الوقت أن تكون يعني هذه المناصب هي الهدف الأساسي. لكن هناك مسألة مهمة جدا لهذه الكتلة، هو تسرع لكن في نفس الوقت هو في محله. شلون؟ تعرف أنت الأدوات داخل البرلمان هي تقريبا أدوات تؤثر بشكل وبآخر على واقع العراق مستقبلا، فبالتالي هو حتى يضمن عدم تجاهل أصواتهم. في نفس الوقت في بعض الأحيان تشوف أنت يكون هناك نوع من أنواع يعني نقدر نسميها بالأمور الغير مواتية في البرلمان، فبالتالي وجود عنصر من ضمن الرئاسة وهو النائب، نائب أول أو نائب ثاني ما أعرف شلون راح يكون الترتيب، لكن بكل الأحوال هناك في السابق كانت محاصصة حتى بالنسبة للنواب، نائب كردي ونائب في نفس الوقت ماشي شيعي. صح، هذا ضمن المحاصصة، وأنا بالنسبة لي رأيي يعني أسأل به، لكن دكتور ليش تعتقد أنه تسرع؟ وبالتالي لما تقول تسرع هل هو بمثابة الخطأ، يعني من الخطأ التصريح بمثل هذا النوع من الطموح في هذه المرحلة؟ مذيع ذكي وراح ياخذني المساحة، أنا كنت ما أريد أروح له بس لازم الناس تجيه. ما أقدر أعبر لك إياها دكتور. أي كم عاشت إيدك حبيبي الغالي. إلا المهمة جدا، المقابل إذا شافك أنت متلهف على منصب ما فراح يريد من عندك تنازلات، أو يريد من عندك تتخذ قرارات معينة، لأن تدري أنت اليوم هم مو كتلة أغلبية 28 أو 48 لا تشكل شيء قياسا بالكتل الكبيرة جدا، فبالتالي حجمهم اليوم اللي موجود. صح الأخ منار، السيد منار تحدث بأن العدد مو مهم، صح العدد مو مهم، الإيقاع أهم، لكن في نفس الوقت المناصب تحسب من خلال الثقل الانتخابي اللي كان موجود من خلال عدد النواب في مجلس النواب، فبالتالي 28 نائب اليوم وهو الموجود هسه اليوم المعلن في كل الصحافة في كل مكان هو 18، شلون راح يقيسوها؟ زين انت تجي تشوف مثلا على السيد نائب على الركابي هو راح يكون زعيم الكتلة داخل البرلمان، وش صوار راح يكون زعيمها او ممثلها السياسي، فبالتالي هاي الكتلة اليوم اكيد راح لازم تدخل مفاوضات. هاي المفاوضات قد يقرأها جمهورهم قراءة اخرى وتؤثر بشكل وبآخر. هذا الجمهور نعم واضح الفكرة دكتور. هذا الجمهور خاصة جمهور المعارضة، جمهور امتداد اللي ولد من رحم تشرين، سيكون جمهور حساس للغاية. يعني عمليا ما راح يرحم امتداد إذا أخطأت خطأ في أدائها السياسي. لذلك أستاذ منار حتى جتكم نصيحة من فائق الشيخ علي يقول لك أنتوا ليش تدورون منصب نائب رئيس البرلمان؟ قعدوا اختاروا اللجان الاستراتيجية المهمة التي لها علاقة بالمواطن واشتغلوا، لأنه ترى رئيس البرلمان أو نائبيه بالمناسبة عملهم إدارة الجلسات، يعني ليس لهم فاعلية بيس نفر حالهم حال بقية الأرقام الأخرى. فش عجب تسرعتوا مثل ما قال الدكتور محمد بهذا الاتجاه وأعلنتوا مثل هذا النوع من الطموح؟
احنا حقيقة ما منسرعين الموضوع. احنا دائما كنا حتى قبل الانتخابات نطالب انه ناخذ البرلمان كله رئاسته واعضاء من خلال انه نحاول إن نحصل اكبر عدد. هسه اليوم لما طالبنا في موضوع نائب رئيس البرلمان وهو جزء من المنظومة التشريعية اللي دائما كنا نقول انه احنا جزء من عدها، الهدف ليس المنصب بقدر ما الهدف هو اظهار حجمنا الحقيقي في مجلس النواب بمقدار الضغط اللي ممكن أن نولده، ومن خلال الأمور الأخرى اللي ممكن أن نحصل على المكاسب بها. اللي نريد نوصله ليس حقيقة هو حاجتنا للمناصب بقدر ما أن نوصل رسالة للشعب العراقي أنه اليوم في حالة وجود أصوات حقيقية فهي قادرة فعليا على التغيير. هسه حصلنا منصب النائب الرئيس البرلمان أو لم نحصله، حصلنا لجان، حصلنا كل حتى الرئاسة حصلناها، ليس الهدف هو المنصب. لن نساوم على موضوع المنصب، يعني لا نروح، ما راح نروح نقعد ويا الكتل ونقولهم والله نوافق لكم على فلان شيء مقابل أنه تأخذون فلان مقابل أنه نأخذ هذا المنصب. الفكرة أنه نريد نوصل أنه طالما أكو قوة سياسية داخل البرلمان فهي قادرة على أن تكون جزء من القرار السياسي سواء في رئاسة البرلمان وحتى في مرحلة قادمة إذا صار الموضوع أغلبية مطلقة فنكون قادرين حتى على تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء. خليني أذكرك في كل البرلمانات السابقة إدارة الجلسات محكومة بقوة رئيس البرلمان أو قوة نائبه، وتتذكر البرلمان السابق النائب كان أقوى من رئيس البرلمان. زين، يجوز من 200 أو من 20 جلسة خمسة دارها الرئيس وال15 الباقيات دارها النائب، وبالتالي هنا سيكون القوة السياسية وليس القوة العددية المؤثرة في صناعة القرار التشريعي. فلما شخص يسمعكم تدورون نائب رئيس البرلمان، يقول لك يعني توكم بادين تدورون نائب رئيس البرلمان، الكبار ايش راح ياخذون؟ لا، حقيقة هذا فقط انه نريد نوضح انه احنا قادرين اليوم مع التحالف الموجود ومع الدعم اللي حصلناه من نواب اخرين سواء انضموا بشكل مباشر او غير مباشر او اعلنوا دعمهم، احنا متاكدين انه احنا قادرين على. وارجع واقول ليست الفكرة هو الحصول على المنصب بقدر ما انه نوصل رسالة للشعب العراقي باننا فعليا قادرين على التغيير التغيير من داخل مجلس النواب، وأن هناك لو كانت رغبة حقيقية لإيصال أكبر عدد من المستقلين لتبدلت اللعبة بشكل كامل. اليوم ليست استحقاقات، احنا لا نبحث عن الاستحقاقات، أعلننا بشكل واضح نحن بعيدين جدا عن المحاصصات، لن نشارك في الحكومة المحاصصة حكومة المحاصصات، بالرغم من انه يمكن انه اليوم ليش ما رحنا قلنا انه والله اليوم عندنا 28 او 25 او 18، احنا من حقنا انه ناخذ وزارة مثلا او ناخذ ادارات عامة في الوزارات، لانه ليس توجهنا المناصب. ما نود ان نصلهم الرسالة بأن حجم الكتلة وتأثيرها داخل مجلس النواب بمشاركة المشتركين معنا وشركائنا وأيضا الأخوة المستقلين الذين سينضمون إلينا، أنا على يقين بأنهم سينضمون قريبا إلى هذا التحالف، قادرين على تغيير هذه اللعبة. نعم واضح. نعم. لكن شوف، يعني أنتم تريدون تبينون ثقلكم الحقيقي وفاعليتكم الحقيقية، إذا كانت هذه الفاعلية الحقيقية جدية تنسجم مع جمهوركم والأصوات التي جلبت من خلالكم، خب روح شارك في السلطة التنفيذية اللي من خلالها يلزم المواطن المنجز وتنعكس على حياته، إذا كان فعلا تبحثون عن التأثير. نعم، شوف، اولا احنا الكثير من الاخوه اكو يعني صار نوع من اللغط في هذا الموضوع. الكثير توقعوا انه لكثره ترديدنا لعباره المعارضه انه كحركه امتداد ستستمر في هذه المرحله وفي المراحل القادمه عن المعارضه حتى لو بغض النظر عن ما حصلت عليه من اصوات، ولكن اليوم احنا ذهبنا للمعارضه كان لسببين اساسيين. السبب الاول انه احنا لم نستطيع الحصول لا احنا ولا المستقلين على عدد من الأصوات يهن أن نكون نألف كتلة تسمى الكتلة الأكبر نكون قادرين على تشكيل الحكومة. يعني لو كان اليوم عندنا موجودين في أعضاء من أعضاء البرلمان من حركة امتداد والحركات المستقلة الجديدة والأخوة المستقلين عدد قد يوصل إلى أكثر من اللي موجود حاليا، لكنا عملنا وساهمنا في إنشاء حكومة أغلبية وليس بعيدا أن تكون برئاسة حركة امتداد.
هذا جانب أول. الجانب الثاني واللي خلانا طبعاً أنه نتجه للمعارضة لكون أنه ما عندنا هاي الأغلبية. الجانب الثاني أنه فعلياً إحنا نرى أنه ما وصل إليه العراق من فساد ومن هدر أموال ومن المعطيات اللي موجودة على الساحة العراقية خلال 18 سنة هي كانت نتيجة فشل الأحزاب الموجودة أما بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا نستثني من هذه الأحزاب أي أحد شارك في إدارة الحكم. فبالتالي ما نطمح إليه أولاً أن تكون هناك حكومة أغلبية بالتعاون مع أحزاب جديدة. بس ما راح تصير حكومة أغلبية أستاذ منار، ما راح تصير حكومة أغلبية في هذه المرحلة. في هذه المرحلة ما راح تصير في هذه المرحلة ما راح تصير. إحنا أرجع وأقول إحنا مو عيننا على الأربع سنوات هذه، إحنا قد عندنا برنامج، عندنا رؤية، عندنا هدف، عندنا استراتيجية طويلة المدى، نباوع على الانتخابات القادمة وما بعدها، نباوع من هسه على 2030 وعلى 2035. 2030 و2035 نريد نغير المعادلة بالكامل. فإذا اليوم من يكون عندنا هيك توجه وهيك أهداف، من الآن نبني نرسم هذه العملية بحيث أنه لما نشارك بالانتخابات القادمة أو البعدها ويكون عندنا نسبة نواب في مجلس النواب يفوق 120 أو 150 ونقدر نحقق أغلبية، لا والله هنطالب في الحكومة ونطالب بالوزارات ونطالب بالإدارات. هسه تقول لي هذا اليوم، تقول لي واحد يقول لي هذه ممكن أحلام اليوم ما يخلوكم. لا لا بالعكس، نفس الكلام هذه نفس أبداً الكلام قبل الانتخابات. هذه مشاريع وتخطيط استراتيجي صحيح، ولأول مرة يعني أكو واحد يتكلم عن سنوات متقدمة للخطة العشرية أو الخطة العشرينية، هذا واضح جدا. لكن هو السؤال هل يسمح لكم يعني هذا الصراع الجاري الآن صراع على العروش، هل سيتاح لكم الفائز الأول ما يقدر يشكل حكومة؟ الفائز الأول ما يقدر يشكل حكومة. نعم هذا نفس الكلام، صحيح هذا نفس الكلام، يعني تقريبا نفس النقاش كان يصير دائما ويانا قبل الانتخابات لما كنا نتكلم انه احنا قادرين على ان نصعد ونحقق مكاسب وانه ممكن تغيير البرلمان. كانوا دائما النقاشات تصير مع الأخوة سواء في البرامج التلفزيونية او الحوارات دائما انه ما راح يخلوكم، ما راح يخلونكم تصعدون اكثر من 3، ما راح يصعدون اكثر من 5. اليوم شفنا فعليا في مجلس النواب الحالي صعدت حركات، تقريبا عدد الحركات الجديدة المستقلة عدد نوابها تقريبا بحدود 30، هناك أيضا عدد من المستقلين تقريبا بحدود 40، بغض النظر هسه عن توجهات المستقلين، ولكن بالنهاية هم أسماء مستقلين لم ينتموا إلى جهات سياسية. إذا صار عندنا اليوم 73 نائب، الناخب العراقي انتخبهم ووصلهم على أنهم مستقلين. 70 نائب ذولا يمثلون تقريبا ثلث مجلس النواب. ثباتكم على مبدأ على التغيير. نعم ثباتكم على مبدأ الاستقلالية هذا ممكن يعني يؤسس لفكرة المستقلين، لأنه الكثير من الضيوف اللي استضافتهم يعني تمت استضافتهم على البرنامج خلال هاي 60 يوم ما بعد الانتخابات وأكثر طبعا من 60 يوم كانوا يتحدثون دائما عن فكرة المستقلين كمصطلح يعني فضفاض يعني ليس له ضوابط، وراح أناقشك فيها فيما بعد. لكن دكتور محمد، هي يعني فكرة الاستقلالية في الحالة العراقية يعني إلى أي درجة تكتل صغير يبحث عن معارضة باستحقاقات المعارضة بتعريفها الأكاديمي المعروف تستطيع أن تؤثر فتحقق المكاسب اللي لأجلها شاركوا بالانتخابات؟ ما تشوف هذا صعب الحالة؟ لا 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 مو صعبة، خصوصا في وجود حماسة. وقد تكون تقول راح تقول الحماسة لا تكفي، لكن هي الحماسة عندما تكون بهذا الحجم فأكيد هي بها مشاعر جياشة للتغيير وتؤثر بشكل أو بآخر. راح أعطيك فتحات تاريخية رغم الاختلافات الكبيرة بالموضوع. ألمانيا يعني تقريبا عشرينيات القرن المنصرم انهارت اقتصاديا وانهارت أمنيا وانهارت في كل شيء. فهتلر في وقتها يعني قاد عملية انقلابية وهو رجل نمساوي، فشلت العملية الانتخابية فشلت العملية الانقلابية. فبالمحكمة سأل القاضي سؤال، قال له أنت ألماني؟ قال له هل تتحدث عن قطعة ورق أم دم يجري في عروقي؟ فهنا نقدر الأمور من شخص بعدين 3 أشخاص في مجلس الراستشارخ يسمونه مجلس الأمة ومجلس
النواب الألماني، بعدين ثلاثة، بعدين خذ الثلثين بالبرلمان، يعني خلال أقل من 10 سنوات نمى بشكل لا يصدق. ليش؟ لأن الجمهور لمس أكو حماسة للتغيير، لكن تعرف الطموحات القومية شيء والواقع شيء آخر، واتجه هتلر إلى الشر. مظلومية ألمانيا بالضبط 1919 هو استغلها، والرجل هو كان يحمل ضغين على كل جيرانه، ما كان يريد بس إرجاع حقوق ألمانيا. هنا الأمور تختلف، الأخوة هنا اللي موجودين في هذا التحالف من أجل الشعب، حتى الكلام مالهم هو شاعري ويؤثر بشكل إيجابي على مشاعرنا، وبنفس الوقت يدغدغها بوجود مستقبل يعني متغير، وبالتالي فهذا أمر اليوم نقدر نعتبره جيد جدا وممتاز. وجودهم على مسافة واحدة من كل الكتل هذا شيء مطمئن. في نفس الوقت تشوف محاولة هذا الطموح العالي المستوى أن يكون لهم دور في إدارة مجلس النواب، مجلس النواب كون معروف يصدر القوانين. دكتور كلامك سليم حتى في الاستعارة سليمة، لكن يا دكتور مبدأ المعارضة يعني مثل ما استعارت يعني برلمان آخر بتجربة أخرى من ألمانيا، أيضا هناك تجارب لمعارضين ومعارضات نيابية تتعارك بالبوكسات على الحقوق والاستحقاقات وعلى التشريعات. الجماعة عندهم هاي الإمكانية يفوتون يعني يتعاركون لأجل مصلحة جمهورهم، يتكاونون لأجل مصلحة جمهورهم، يقاطعون الجلسات ويثيرون. تذكرون تيار الصدري ضد الاتفاقية الأمنية شنو سوى؟ وقام يضرب بالليفكسات على الميز وأحدث ضجة. يقدرون يسوون هذه المشاهد وهذه السلوكيات في البرلمان القادم برأيك حتى نطلع من الغزل للجانب التطبيقي؟ لا لا، التعبيرات تختلف، التعبير قد يكون جماهيري، تعبير هو دوما ودائما. النائب اللي يكون ذكي جدا هو يتكلم بالبرلمان، الجمهور ماله يظهر دعم إلا بالشارع. واحنا دوما ودائما بالاستراتيجية دائما الخوف، شوف اكو فد نقطة كلش مهمة استاذ، ومن خلالك للضيف وفي نفس الوقت للمشاهدين الكرام، عندنا بالاستراتيجية السياسية مبدأ مهم وهو المشروعية والشرعية. دائما المشروعية تؤسس لشرعية، مثل ما صار بمصر على سبيل المثال للحصر، المشروعية جت من خلال الجماهير أسست لشرعية جديدة زين. فبالتالي المشروعية اليوم هي اللي تأثر. أنا ماكو داعي أثير ضجة في البرلمان بقدر ما أنا صوتي يثير ضجة، والممثل لهم أنا يظهرون بالشارع ويكونون في الضغط أو جماعة الضغط داخل البرلمان. أنا أقول لك يعني هم راح يكونون صداع داخل البرلمان لبعض الكتل زين، لكن في نفس الوقت يعني هناك مسألة جديدة، إذا استمروا بنهجهم وسلوكهم الموجود فراح ينالون يعني تعاطف الشعب وفي نفس الوقت ليش ما نالوا الآن؟ دكتور حتى نكون عمليين، هم الجماعة كان حلمهم مثل ما قال قبل شوية منار، يقول احنا أملنا أنه الكتلة الأكبر احنا نكون واحنا ناخذ رئاسة البرلمان واحنا نشكل عملية سياسية، لكن يعني تدري هذا الطموح الواقع شكل. فلماذا يعني برأيك لم يعني يأتوا إلى الكتلة الصدرية الفائز رقم 1 73 مقعد وهم 28، هم من خلالهم يشكلون الكتلة الأكبر ويكونون هم الركن الأساس في حكومة الأغلبية، طموحهم هم طموحهم فيكونوا ركن أساس في تمرير حكومة الأغلبية اللي يحلمون بها؟ ما يريدون يعودون تجربة، هم بالنسبة لهم يقول لك احنا عندنا تجربتنا الخاصة بينا. بعدين لا تنسى يعني كان إحجام من قبل جماهير تشرين، يعني تقريبا 10 وبعدين تحولوا الى 9 اللي هم يعني هاي الكتلة وقتها كتلة تشرينية اللي كانت موجودة ما اخذت وضعها بشكل كامل بالبرلمان هذا، لان كان احجام عن المشاركة بالانتخابات ودخولهم كان تعتبر في وقتها مجازفة كبيرة. يعني انا قاعد يم محللين سياسيين واستراتيجيين على مستوى عالي كانوا يتنبؤوا لهم مثل ما تفضل استاذ منار، يعني مقعد بأعلى المستويات أو مقعدين إذا حالفهم الحظ بشكل كبير جدا. فبالتالي هم كان يعني وصولهم بتسع مقاعد وفي نفس الوقت زيادة عدد حراك الجيل الجديد، كانوا 4 في الانتخابات الماضية 2018 اليوم 9، فبالتالي هذا يعتبر زيادة. هاي الزيادة العددية شو تأشر؟ تأشر على زيادة ثقة. بعدين لا تنسى الجمهور محبط، الناس اللي اشتركت بالانتخابات لم يكن بالعدد المطلوب، فبالتالي ربما الانتخابات القادمة بضوء وجود مثل هكذا شباب، مثل موجود مثلا الكتلة الأغلبية اللي يتحدث عنها هذه الكتلة وتلك، إذا توصل وتحقق نتائج فأكيد راح يكون أمل كبير جدا
وتكون مشاركة كبيرة في الانتخابات القادمة وراح تفرز. شوف الشعب العراقي ذكي جدا، البعض يعني ربما في بعض الأحيان يتكلم بشكل سلبي، وأنا طبعا أستاء بشكل كبير جدا من بعض المحللين اللي يتحدثون بشكل سلبي ضد وعي الشعب العراقي. الشعب العراقي وعي ويعرف من يخدم الشعب العراقي ويقف معه، هذا جانب. جانب الآخر شوف النتائج من الانتخابات اللي مضت، يعني الشعب يعني قال كلمته بشكل واضح جدا، هو مع اللي يريد خدمه، هو مع في نفس الوقت انتهاء مرحلة الطائفية السياسية والدخول مرة أخرى إلى، إذا اعتبرناها طائفية، طائفية البناء. اليوم الكتلة، اليوم الحركة من أجل الشعب أو كتلة من أجل الشعب اللي موجودة اليوم، هذه التسمية المفرحة اليوم تشوفها جانب منها كردي وجانب منها شيعي وسني، هذا تلون جميل جدا والتفاهمات العالية المستوى أكيد تدغدغ مشاعرنا نحن كأكاديميين، وفي نفس الوقت الشعب العراقي تؤثر بشكل إيجابي. لكن إذا سمحت لي في لحظات، لكن نتمنى أن يصل مو الخيال وإنما أحلامنا أو توقعاتنا بالواقع إن شاء الله، ويكونون هؤلاء إن شاء الله نواة لتغيير شامل مؤثر بشكل إيجابي على واقع العراق مستقبلا إن شاء الله. وهذا أمل كبير جدا. أستاذ منار، بس عقب على فكرة، يعني إذا كنتم تبحثون عن يعني حكومة أغلبية سياسية، لماذا لم تتحالفوا مع الفائز الأول فتدعموه في خيار حكومة الأغلبية السياسية؟ لأن الفائز الأول ما حصل ذاك الدعم ولم يستطع أن يقاوم مد يعني الإطار التنسيقي، وبالتالي ماضون نحو التوافقية السياسية. فبالتالي يعني تدري هذه هم تجربة، مثل ما قال الدكتور صلاح، هم ما يريدون يعيدوا التجربة، لا، لكن هاي تجربة وليدة، تجربة الأغلبية السياسية تجربة وليدة لكنها ماتت، يعني أو إرهاصات موتها موجودة لحد الآن. نعم، يعني أنا وضحت قلت لك أنه سبب يعني لعدم مشاركتنا بالحكومة واختيارنا الذهاب إلى المعارضة، هو كان السبب الثاني أنه إحنا عندنا اعتقاد أنه كافة الأحزاب السياسية الموجودة مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر، أما عن الدم اللي سال في انتفاضة تشرين أو عن الهدر والفساد وسوء الإدارة المالية والاقتصادية للبلد على مدى 18 سنة، فبالتالي لا يمكن أن نتعالف مع جهة نحن نعتقد أنه هي جزء من الخلل، لذلك لم نشارك في حكومة الأغلبية، ولكن كحركة مؤمنين بأنه يجب أن يكون أغلبية. هناك مبدأ مهم جدا يعني أنا أريد أوضحه للأخوة المشاهدين ولحضرتك والسيد الضيف أيضا، احنا كحركة امتداد واحدة من متبنياتنا الحقيقية في البرنامج الانتخابي او برنامج الحركة هو اختيار او تغيير النظام الحكم الى نظام شبه رئاسي. طبعا هذا الموضوع ليش احنا مختاريه ومتبنيه ودا نعمل عليه؟ لانه دا نشوف انه هذا الانسداد السياسي اللي دائما دا يصير داخل مجلس النواب قاعد يقودنا الى مشاكل تطول في تنفيذ الحكومه، وبالتالي نضطر الى العوده الى مربع التوافقات، وبالتالي تشكيل حكومه ضعيفه، وتشكيل ليس فقط حكومه ضعيفه وانما ايضا برلمان ضعيف، لانه البرلمان الضعيف هو اللي يشكل هاي الحكومه، وبالتالي لا يقوم بعمله في مجال التقييم، فبالتالي تفشل الحكومه ويفشل مجلس النواب. لذلك احدى متبنياتنا الاساسيه هو العمل على تغيير النظام اللي موجود الى نظام شبه رئاسي، ويتم انتخاب رئيس الوزراء مباشره من الشعب، ويكون هو المسؤول عن تشكيله حكومته اللي موجوده بعيدا عن الاحزاب وبعيدا عن مجلس النواب، ومجلس النواب هو فقط يقوم بدوره تشريعي والنظام المختلط. استاذ منار، الشعب ينتخب رئيس الجمهوريه وينتخب البرلمان لتكامل السلطات، الشعب ما يقدر ينتخب رئيس بالضبط، ويكون نعم ويكون له الدور الرئيسي. المهم انه يكون اختيار الحكومه يكون جزء من اختيار الحكومه من قبل الشعب، بالتالي حتى نخرج من هاي الانسدادات السياسية والحاجة إلى الذهاب إلى التوافقات وتقديم التنازلات. وهناك بعض الأطراف للأسف اللي موجودة على الساحة السياسية العراقية تفضل مصلحتها الشخصية ومصلحة الجزء اللي قادمة من عنده على مصلحة البلد، فبالتالي هذا احنا اللي دا نتبناه، نتبنى انه تغيير النظام السياسي بشكل عام، لانه واضح انه فشل على مدى 4 دورات سابقة وعلى مدى 18 سنة من تقديم حكومة قوية، وأيضا تقديم مجلس نواب قوي يقوم بدورة التشريعي والرقابي اللي هو دور مهم أريد جدا. أسمع إجابة صريحة أستاذ منار،
كان المفروض اكو شيء اسمه نعم. الكتلة الشعبية المستقلة تدخل معاكم في نعم. تحالفكم من اجل الشعب، لكن الكتلة الشعبية المستقلة ما حضرت للاجتماع والمؤتمر الصحفي لإعلان التحالف، وقالت تم إبلاغنا لاحقا أن إحدى الجهات ترفض مشاركتنا في مؤتمر إعلان التحالف. وتقول الكتلة الشعبية المستقلة تحالف من أجل الشعب هو محاولة استعراض عددي أكثر من تحقيق نجاح عملي. شنو اللي صار؟ يعني اولا هذا الكلام اتوقع يعني عدم مشاركتهم وعدم وجودهم او صدور هذا البيان، بعدين انت حضرتك يمكن في حلقات قادمه ممكن تستضيفهم وتسالهم بشكل مباشر، بقدر ما انه اقدر لا انا احكي لك شنو صار من وجهه نظركم انتم، انا سميت اسالك هم ليش قالوا هذا الحكي. اي بالضبط اي بدي اسالك شنو اللي صار يعني. نعم نعم هو جايك لانه انت حضرتك استرسلت بالكلام، فكان لازم انه اوضح هاي الجزئيه. احنا اللي صار ببساطة انه هناك تعرف في اي تحالفات وخصوصا في مرحلة تحتاج الى الكثير من التفاصيل، هناك بعض الاجراءات البروتوكولية اللي تحتاج الى تنظيم معين لتكون مرضية من كل الاطراف، يعني انه من الشخص، من الذي يكون موجود، من يقدم على قبل من، هذه امور بروتوكولية مهمة جدا في هكذا نوع من التحالفات. قد بعض الأمور لم تكن على مستوى الذي يتطلع إليه الجانب الآخر قصد بالكتلة الشعبية، ولكن هذا لا يعني أنهم بالكامل خارج هذا المنظومة، هم بالعكس أعلنوا بشكل واضح أنهم مع هم المن يشيرون المن يشيرون أستاذ منار المن يشيرون بالجهات التي ترفض مشاركتنا، أنتوا لو الجيل الجديد. يعني أرجع وأقول هو البيان لو صادر من حركة امتداد كان أقدر أجاوبك بالتفصيل، ولكن بالنهاية هذا بيان صادر من أحد الأخوة اللي موجودين في الكتلة، هو يقدر يجاوبك يعني بالضبط. لا امتداد يعني ولا الجيل الجديد معترضين عليهم. ما عندنا اعتراضات إحنا على الشخص اللي موجودين بشكل واضح، يعني الأخوة واضحين توجهاتهم يعني نحو الابتعاد عن حكومة توافقية، الابتعاد عن الجانب التنفيذي، العمل على إحياء مبدأ المراقبة داخل مجلس النواب وتقييم أداء الحكومي ومراقبة البرنامج الحكومي وأظهار الخلل، فبالتالي جدا قريبين طروحاتهم من طروحاتنا، ولا ما كان أعلننا بشكل واضح. أكو تعتقدون في امتداد أكو أحد يعني استهدف التجربة مبكرا و يعني شتت التحالف ومنع ان يكتمل العدد او يزيد، يعني تدري كلما تزيد اعدادكم انتم كمعارضين كلما تكونوا اكثر فاعليه وبالتالي خطر على الاخرين، فاكو اخرين شقوا ومنعوا هذا التكامل. لا اكيد من اعضاء حركه امتداد اكيد لا يوجد يعني الكل متفقين، لا من خارج الكل اصحاب رؤيه واضحه من خارج امتداد ومن خارج الجيل الجديد ومن خارج الكتله الشعبيه المستقله. يجوز اكو احد تعتقدون هو استهدفكم؟ يعني بيناتكم ايش تحكون؟ منو اللي منع هذا التكامل؟ قد يكون لا يعني حسب المعلومات اللي عندي، حقيقه لا املك اي معلومات عن وجود اي ضغط. طبعا انت لا تنسى انه كل الكتل الجديده هناك الكثير من الضغط عليها، ضغط من كل الكتل، ضغط في محاولة معرفة آرائهم. يعني اليوم اللي نشوفه على أرض الواقع أكو بالمقابل هناك الكثير من الأمور اللي تحدث من ضغوطات ومحاولة استمالة من طرف على طرف آخر ومحاولة إخضاع للدخول في تحالف معين. يعني تعتقدون أكو أحد استمالهم؟ نتكلم اليوم قد يكون حقيقة ما عندي أي معلومة حقيقية أمانة، ولكن ما أقوله أنه إحنا واثقين جدا من توجهاتهم ومن مبادئهم، ما عندنا شك ولا 1% أنه هم شنو وجهة نظرهم ومبادئهم وطريقة عملهم بداخل مجلس النواب، ولكن اللي أقدر أقوله واللي أنا أتوقع يا أستاذ منار مع كل تقديري لوجهة نظرك، يعني معقولة جاي تتحاورون وتأسسون لشغل مع جماعة سياسية وكتلة ما تعرفون شنو منهجها وبرنامجها؟ طبعا ما يصير التحالف وما يصير لا أنا
لا أنا قلت واضح منهجها ومبدأها، بس أنا قلت أنه توجهها ومبدأها جدا قريب من توجه ومبادئ حركة امتداد، ما قلت أنه بعيدين. بالعكس احنا منذ اللحظة الأولى لإعلان النتائج اللي في شهر العاشر الماضي إلى اليوم شهدنا يمكن عشرات الاجتماعات معهم ومع غيرهم من المستقلين ومع الأحزاب المستقلة الجديدة، وحاولنا أن نوصل إلى تفاهمات. بالتالي اكتشفنا أو وجدنا أنه فعليا الأخوة في الكتلة الشعبية المستقلة لديهم توجهات جدا قريبة ومقاربة لوجهة نظرنا، ولكن ما حدث بالنسبة لنا إلى أن يتوضح الأمر. إذا توضح الأمر إن شاء الله بالمستقبل بشكل واضح ما أتوقع أنه هي مجرد أمور بروتوكولية كانت بعض الإشكاليات، وأنا أتوقع أنه في القريب العاجل سيتم حلها وسنشهد دخول هذا مسج موجودين. هذا مسج جيد، هذا مسج موفق من عندك لهم، بالرغم بأنه بيانهم يعني كان قاسي، أنه أنتوا يعني بس مجرد تحاولون تستعرضون أعداد وليس عندكم، يعني يتهموكم بأنكم يعني حتى برنامج نجاح عملي ما عندكم وانت تدعيهم بهذه الطريقه، فهي نقطه تحسب لك. لا اكيد احنا بالنهايه قد يكون هناك اكو اختلافات في وجهات النظر، ولكن لا يعني هذا انه نحن نهاجم اي جهه. بالنهايه ما يجمعنا هو حب الوطن والعمل على تغيير هذا الوضع اللي السيء اللي موجود بالعراق، وحقيقه بناء عراق جديد. البناء العراق الجديد يعتمد على تقبل النقد ومعرفة الأخطاء وأيضا العمل على إصلاحها من أجل توحيد الكلمة. جيد دكتور محمد الجزائري، أكو فرضية دائما يعني تطرح من لدى المحللين أن فكرة المعارضة في العراق هي عبارة عن خرافة لا يمكن أن تستقيم، لا يمكن أن تبصر النور. ولما جاي أقرأ يعني بيان الكتلة الشعبية المستقلة و هذه الحدية في التعامل مع تحالف من أجل الشعب أو امتداد أو الجيل الجديد، يعني ذكرت هذا المصطلح فقلت يعني أنت كمراقب همين يعني خليت علامات استفهام على هذا النوع من الانشقاق المبكر، حتى المحكمة الاتحادية ما مصدقة على اسمه والجماعة الشطرة. يعني خليني أبدأ من حيث أنت بس كون يتسع صدري للكلام مالي. جي. الأستاذ منار، أستاذ منار شاحنا نريد نطلع من حفرة أنه قاعد نقرأ، وانت راح تسوي لنا مصيبه هيك اذا انت من هسه تحكي لي بالنظام شبه رئاسي. انا انصحك ان الاستعجال في بعض الاحيان يولد الاخطاء. يراد لكم مستشار قانوني ومستشار سياسي، وانصحك من هسه تقرون كتب دكتور طارق عبد الحافظ بجامعه بغداد ودكتور حازم الخفاجي بجامعه البصره، وبنفس الوقت دكتور حازم الشمري. أرقى نظام سياسي هو النظام اللي موجود عندنا. حبيبي الغالي أستاذ منار، هذا النظام الرئاسي لا صار. كتب التنمية السياسية مهمة جدا. لا أنت ولا كتبتك ولا غيرك تشوفون البرلمان. حبيبي الغالي أنت 18 زين. طيب. بالنسبة للنظام الرئاسي الأغلبية تصعد مهما صارت. لكن مجلس النواب يا أخي هذا بيتوافقية سياسية لخدمة المجتمع، مو لغرض خدمة مصالح كتل معينة، جيور في بعض الأحيان لأغراض معينة. احنا علينا هذا النظام اللي هو العالي المستوى، النظام النيابي اللي عندنا أرقى شيء تقريبا. شوف انت الدول اليوم بدأت تعطي امتيازات لللامركزية، احنا نرجع نسويها مركزية. يعني على سبيل المثال للحصر تروح نظام الكونتونات بسويسرا، تروح النظام الفيدرالي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، ترى انت شوف النظام رئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية، بس ترى كل ولاية غير الدفاع وغير الخارجية وغير رئاسة الجمهورية ما عنده، الباقي كله بيديهم بيدي الولايات. فبالتالي يعني لا نستعجل ولا يكون عندنا يعني مغالات بإمكانياتنا. علينا على قولتهم بهيد بهيد وتقبل نصيحتي على قد أخطاك يعني بهذا الكلام. يعني إذا تسمح لي أرد على الكلام لأنه إذا تسمح لي يرجع لك أستاذ منار، أرد على هذا الكلام بإسهاب. يرجع لك لا العسف آسف عبالي خلصت أعتذر. ولما يرجي وقتك أستاذ منار أنا أنصحك بأنه يعني تعقب وليس ترد حتى يكون أكيد لا جاهز أي دكتور. لا أكيد دكتور محمد، أكيد نظام السياسي دستور، هذا موجود بالدستور العراقي. إذا تريد تغير الدستور لازم
انت الثلثين الشعب العراقي يصوت بالضد من الدستور الجديد. راح الدستور شلون راح يصير؟ يعني امور معقده. شوف استاذ منار الغالي، يعني احنا حتى لا نكون يعني نعيد الاخطاء السابقه، وبنفس الوقت في بعض الاحيان لغه الخطاب السياسي من خلال الاعلام في بعض الاحيان تكون مستعجله وتكون في بعض الاحيان غير مثمره. فعلينا ان نوجه التوجيه القانوني والسياسي الصحيح حتى الجمهور من يقول اي والله هاي الكتله تمثلنا وهاي الكتله ما عندها استعجال، وهاي الكتله في البدايه لازم تراقب الاحداث وتشخص الاخطاء، حتى ويكون الاخطاء موجوده ومشخصتها، بس التشخيص بوحده ما يعني ما يفيد بقدر ما ايجاد العلاج. شوف انا انتقد لكن علي ان اجد العلاج للانتقاد. تشخيص المرض في بعض الاحيان سهل لكن العلاج هو المكلف. فبالتالي انا اسف يعني هذا الكلام كان بحرقه قلب عليكم، لان احنا نعتبركم اليوم مشروع وامل لشبابنا وامل للمستقبل، فنتمنى ان تكون الاخطاء في اضيق نطاق، وبالتالي في اكيد عملكم ان شاء الله راح يرتب بشكل كبير جدا، لكن تحتاجون الى مستشارين، تحتاجون الى راي الخبراء في القانون. ارجع لي دكتور لفكره الخرافه المعارضه. وخرافة المعارضة احنا بالنسبة لنا تعرف يعني هي فكرة جديدة، لكن هاي الفكرة الجديدة لا يعني ان فرض المستحيل ليس بمستحيل بالسياسة والاستراتيجية. فبالتالي لا بأس ان تكون هاي تجربة. هو هذا النموذج، نموذج الكتلة الشعبية المستقلة وانشقاقها، وهذا الحرب الكلامية يعني على الأقل من جهة الكتلة الشعبية تجاه جماعة امتداد، يعني هذا اللي خلينا نقول هم يعني اثنينتهم بعدهم جدد، فما بالك بسلوك الكبار مع هذه الأحزاب الوليدة. لذلك فكرة المعارضة شوية ما جاي تركب بالحالة العراقية اليوم. يعني الاختلاف لا يفسد في الود قضية، دوما ودائما يكون اختلاف، لكن هذا الاختلاف تدري في بعض الأحيان احنا عندنا مثل كلش حلو من حبك لا شاك، ففي بعض الأحيان تصير مشاكل بس بالمحصلة النهائية أكو ملتقيات. إذا خلينا مصلحة العراقي وفي نفس الوقت ما كان عندنا ضيق بالأفق المستقبلي، يعني نباوع للمستقبل بعيون التعاون وبعيون في نفس الوقت مصلحة الشعب العراقي، لا الله سبحانه وتعالى راح يكون ويانا وفي نفس الوقت الشعب العراقي ويانا. لكن إذا كانت المصالح هي المعيار وفي نفس الوقت لغة الخطاب السياسي راح تكون يعني لغة متعالية ولغة متصارعة، لا أقول لك إياها بصراحة الفشح راح يكون حصيلتها، لأن الشعب العراقي ذكي جدا ويتابع، والعراقي يعني متابع سياسي نهم من الثمانينات لغاية الآن. يعني إحنا عندنا هسه تقريبا أكثر من 4 أجيال، هاي الأربع أجيال صارت سياسية أكثر من السياسي وأكاديمي أكثر من الأكاديمي. نسوي دورات عندنا بالجامعة السياسية، تعال شوف العدد اللي يجينا. أسأل أنت مثله من يوم كان يطلع مواطن عادي بس يريد يفهم العملية السياسية شلون جاي تتم وآلياتها شنو هي. آسف للإطالة، أنا خلاص وقت يجوز أكثر. شكرا. واستاذ منار اتمنى ان يعني تتحمل مو نقد بقدر ما هي ملاحظه، وهاي الملاحظه يعني من غرض من عندها يعني البناء مو الهدف. وهذه جدليه الحوار اللي يعني اللي انا افتحها. اي نعم. انا لست مع او ضد احد بقدر ما احاول افتح مسارات الحوار. لا انت حواري، لكن الجدليه جدليه غير منتجه، الحوار منتج وهو حوارنا منتج اليوم، لان ما بي صراع الايديولوجيات او صراع الافكار بقدر ما هو جيد. اسناد الاكاديمي علما للسياسي اللي جاي واللي نتمنى يكون وليد مرحله جديده ان شاء الله. استاذ منار الان لك وقت التعقيب على كلام الدكتور والافكار المطروحه. انا يعني حقيقه حبيت اوضح اكيد موضوع ما ذكرته والكلام اللي ذكره الاستاذ العزيز، اكيد كان يجب ان يكون هناك المزيد من التفصيل. انا ما ذكرت انه احنا في نيتنا تغيير النظام في هذه المرحلة، ما ذكرت أنه النظام البرلماني هو من ليس من أفضل البرلمان أو أفضل الأنظمة السياسية الموجودة. ولكن حتى أكون بشكل مختصر، أولا عملية التغيير نعم لن تحدث إذا ما هناك موافقة من جميع يتم استفتاء لتغيير الدستور وموافقة ثلثي الشعب وأيضا عدم اعتراض 3 محافظات. نعم الطريق طويل، ولكن هذه إحدى مبادئنا، أنه إحنا نلاحظ أنه النظام السياسي في العراق على مدى النظام السياسي الديمقراطي الذي يعتبر من أفضل الأنظمة الديمقراطية لم ينجح في العراق، بسبب أنه تقسيم الكتل السياسية اليوم اللي موجود في العراق تقسيم للأسف بني على أساس
طائفي وعرقي في بعض الجوانب، مما أدى إلى تغليب مصلحة الطائفة والعرقية في بعض الأحيان على طائفة الوطن، فأصبحت التوافقات السياسية لا تعتمد على مصلحة الوطن بقدر ما تعتمد على مقدار استفادتها واستفادة الجزء الذي تمثله في داخل الوطن. لذلك كنا دائما نلاحظ أن الكثير من الكتل الفائزة تضطر أن تقدم الكثير من التنازلات إلى جهات أخرى في سبيل أن توافق عليها، ويصير هذا التوافق اللي نتكلم عليه. هذا التوافق خسرنا الكثير، خسرنا أولاً أن تكون هناك حكومة قوية، لأنه التوافقية لم تبنى على أساس مصلحة الوطن كما يحدث في باقي الدول. يعني باقي الدول نعم هناك توافقات بين أحزاب، شهدنا قبل أشهر أو في هذا الشهر شهدنا حكومة توافق ألمانية بين ثلاثة أحزاب، نعم قد تختلف في الرؤى في بعض الأحيان ولكن متفقة على مبادئ أساسية، من ضمنها أنه مبدأ المصلحة الأولى لألمانيا أو لمجموعة من العوامل الأساسية والمقومات الأساسية. ولكن بالعراق للأسف لا توجد هذه المقومات، لا توجد هذه العوامل المشتركة بين الكتل السياسية، كل يغني على ليلاه. فلذلك من أجل الخروج من هذا المأزق ومن عدم أن تستفاد جهة على حساب جهة أخرى، وجدنا أنه من الأفضل أن يتم اختيار على الأقل رئاسة الدولة والكتلة التنفيذية أو السلطة التنفيذية يتم اختيارها بشكل مباشر من الشعب، كي تنسلخ عن موضوع تنفيذ أو تشكيل الحكومة من مجلس النواب، وأن يكون مجلس النواب دورة تشريعي ورقابي من خلال أيضا توالفات داخل مجلس النواب. أنا أتصور أنا ما أريد أطيل في هذا الموضوع. أستاذ منار، أنا أتصور هذا موضوع عذر المقاطعة جدا لأنه انتهى الوقت، لكن نعم. أنا أقول راح نحتاج إلى حلقات كثيرة وراح نلتقي كثيرا، لأنه إعلان المصادقة على النتائج سيغير الخارطة، و حضوركم في المعادلة سيغير الخارطة. هناك يعني تغير مرتقب في كل شيء بمجرد إعلان النتائج، وستحصل ربما هناك مفاجآت تغير توازنات الفواعل السياسية. فعذر المقاطعة طبعا لك أستاذ منار، أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر الدكتور محمد الجزائري باحث سياسي وأكاديمي، وأشكر حضوركم لأول مرة ربما في حوار التاسعة، شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام نلتقي في مطلع الأسبوع القادم، سلام. أنا مش شربة الماء وهذا حالي.